حسن المفرج بالبشير الناطق الرسمي باسم المهنيين سيارة الأجرة الكبيرة ويلة فاس. هذا الوقفة الاحتجاجية جات هذه الوقفة احتجاجية جات على سخط المهنيين سيارة الأجرة الكبيرة إثر بلوغهم أنهم غادي يخرجوا واحد القرار اللي هو مجحف في حق مهنيي سيارة الأجرة الكبيرة ويلة فاس. من بين النقاط اللي واقفين عليها الإخوان ديال نادي الفاس وهو المدار الحضاري، لأنهم دائما شعارهم الواحد وهو لا تنازل على المجال الحضاري، وكذلك نناشد صاحب الجلالة ونناشد والي جهة فاس مكناس على أنه باش يأخذ بيد المهنيين سيارة الأجرة الكبيرة بولاية فاس كباقي المدن المغربية، لأن الظهير 63 كيخول سيارة الأجرة من الصنف الأول أنها تعمل داخل المدار الحضاري وتجول 20 كيلومتر داخل المدار الحضاري وتجول وتأخذ رخصة المغادرة في 50 كيلومتر خارج المدار الحضاري. الإخوان كما تنقولوا حنا الحمد لله جميع المواطنين تيحترمونا، علاش؟ لان حنا تنقدموا لهم اللي جا عندنا ما عندوش تنقولوا له طلع، والحمد لله هاد المواطنين راهم تيعرفوا هاد المسائل وتيدليو بها. حنا اللي تنقولوا لهاد السلطه انها تخرج للشارع، تخلي الطاكسي كبير ولا تخلي الطاكسي صغير، تدخل الشارع وتشوف المواطنين شنو تيقولوا. يعني المواطن تيقول لك خصو لنا القوى الشرائيه ما كايناش، معامي كلها سديتوها، المسائل كلها سميتو عليه. راه المواطن الفاسي راه تيعيش واحد الازمه، راه 7 دراهم وكتجيه قاصحه. هذا اللي تنقولوا حنا الحمد لله راه تنتعاملوا مع الجميع، عنده كيما عندوش تيجي عندنا تيقول ما عنديش تنطلعوه، يعني ما 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 ماشي مشكل. الحمد لله هذا الشيء علاش حنا المواطن تيحترمنا، لان علاش حنا تنحترموا الانفس ديالنا كسائقين. هذا هو المشكل اللي تنقول. قال لي واحد المشكل مع الطاكسي حمراء في المركب، انا والوليدات ديالي، عندي الوليد مريض، 4 طاكسي تيوقفوا خاويين، هو تيسولني تيقول لي فين غتمشي انت؟ واش انا اللي غنهزو ولا هو اللي غيهزني؟ وانا بصفتي مواطن، وراه زاد عليا، راه غير عويد الحجاج من المركب لعويد الحجاج قطع لي 14 درهم وبالنهار، اللهم لا تشي منكر. راني وليت راني بغيت ندابس معاه، وليت سمحت ملي شفت الوليد مريض عندي ما هدرت معاه، خلصته ومشيت بحالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.